بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. سلام يا شباب، النهارده باذن ربنا هنبدا مع بعض الحلقه السادسه من حلقات تعليم الزغصروبيه. احنا كنا اتعلمنا من الحلقه الاولى مع بعض بنعمه ربنا مقدمه الزغصروبيات قطعه السلام لك، وبعدين حفظنا مع بعض اكسولوجيه العذراء فرح وخور عشيه في الحلقه الثانيه. الحلقة الثالثة كانت عن زوكسولوجية السمائيين. الحلقة الرابعة كانت زوكسولوجية الآباء الرسل. والحلقة الخامسة كانت زوكسولوجية القديس العظيم ماري مورس. النهاردة مع الحلقة السادسة زوكسولوجية القديسة العظيمة الشهيدة العفيفة ديميانا. لكن قبل ما نتعلم زوكسولوجية الست ديميانا، حابب ان انا اقول لكم فكرة سريعة عن آخر ربعين عادة بنصليهم من دوكسولوجيات الشهداء. وكمثال هناخد آخر ربعين من دوكسولوجية الشهيد العظيم ماري جيركس. طبعا كل شهيد من الشهداء له دوكسولوجية كاملة خاصة بيه، زي ماري جيركس، ماري مينا، أبو سيفين، الأمير تدروس، الشهيد أبانوب، الشهيد أباس خيرون الإليني، وهكذا كل الشهداء. ولكن ختام زوكسولوجيات الشهداء من الرجال بيبقى غالبا هو مع مجرد إبدال اسم الشهيد. يعني إيه؟ يعني الربع اللي قبل الأخير من الزوكسولوجية بيتقال فيه لأي شهيد: السلام لك أيها الشهيد، السلام للشجاع البطل، السلام للابس الجهاد. آخر استيخون أو آخر مقطع بيذكر فيه اسم الشهيد ولقبه، زي هنا مثلا سيدي الملك جورجيوس. طب لو أبو سيفين هنقول إيه؟ فيلوباتير ماركوريوس، أو محب الأب ماركوريوس. طب لو الأمير تدروس هنقول ثيودوروس بسترة اللاتيس، أو الأمير تدروس الإسفهسالار اللي هي رتبة من الرتب المعروفة في الإمبراطورية الرومانية. طب لو القديس ماريمينا هنقول افا مينا انتاني فايات، بمعنى انبا مينا البياضي، لان هو عاش في منطقه ماريوت اللي هي كان بيطلق عليها في العصر العربي منطقه بياض، او البحيره بتاعت ميروت كانت بتسمى بحيره بياض فتسمى انبا مينا البياضي او الماريوتي. ابو مثلا القديس العظيم ابانوب هنقول بي اجيوس كيري ابانوب، يعني سيدي أبانوب، أوكي، أو القديس سيدي أبانوب، أباس خيرون الإليني، أباس خيرون بيرام كلين اللي هو أباس خيرون الإليني، وهكذا. فأنا عايز أقوله إن لو إحنا ما عندناش وقت إن إحنا نصلي زوكسولوجية ماري جرجس كاملة، زوكسولوجية ماري مينا كاملة، زوكسولوجية أبو سيفين كاملة، ممكن ناخد بركتهم برضو ونطلب شفاعتهم من خلال ان احنا نصلي اخر ربعين من الزوكسولوجية بتاعة الشهداء او من زوكسولوجية اي شهيد، ونذكر فيها اسمهم واحد وراء التاني. بنبدأ طبعا بمرجرجس، لان مرجرجس بنسميه امير الشهداء، وكذلك في الشهيدات بنبدأ بالست دميان. على فكرة نفس الموضوع ينطبق على الشهيدات، يعني مثلا لو احنا عايزين نذكر الشهيدة بربارة أو الشهيدة مارينا أو الشهيدة أناستاسيا أو أي واحدة من الشهيدات، هنقول آخر ربعين من زوكسولوجية الست دميانة، بس كل اللي هيختلف إن إحنا نذكر اسم الشهيدة اللي بدل اسم الشهيدة دميان. يعني هنقول تياجية إمي مارينا، أو تياجية إمي بربار، أو تياجية إمي أناستاسيا، يعني الشهيدة الحقيقية ديميانا مارينا برباير يوليانا أناستاسيا، وهكذا. فدي تعتبر أرباع عامة بنقولها للشهداء والشهيدات في حالة عدم ذكر زوكسولوجيتهم بالكامل حسب الوقت المتاح في رافع فور عشية أو باكر. فتعالوا نحفظ مع بعض الربعين المشتركين بتوع الشهداء اللي احنا ممكن نقولهم لأي شهيد لذكر اسمه وطلب شفاعته وصلواته عنا ضمن صلوات الزوكسولوجية. فبنقول هنا ايه مثلا لماري جرجس؟ هنقول شيرينك اوبي مارتيروس شيريبي تشويج
انجنيوس اتشويج انجنيوس شيري بي اسلوفوروس يعني المجاهد او لابس الجهاد. المقطع الاخير ده هو اللي هيختلف في ماريجرجس زي ما قلنا باشويس بورو جوارجيوس ابو سيفين فيلوباتير ماركوريوس الامير تدرس زي اوروس بسترات اللاتيس ماريمينا افامينا انتيني فايات او ساعات بنقول بي اجيوس افامينا. طب ابانوب بي اجيوس كيري ابانوب أبص خيرون الإليني أبص خريون بيريم كلين وهكذا. طبعا الشهداء لا يحصى عددهم، أنا مجرد بذكر شوية أمثلة. طيب الربع الأخير بقى أو الربع الثاني اللي هنقوله للشهيد ماريجرجس أو لأي شهيد هيقول إيه؟ طوف هام بشوي سهري إيجون زي ما قلنا في دوكسولوجية الرسل، زي ما قلنا في دوكسولوجية ماري مرقص، يعني أطلب من الرب عنا. وبعدين أوبي أسلو فوروس مارتيروس أيها لابس الجهاد الشهيد أو الشهيد المجاهد. فشوي سبورو جارجيوس هي دي بقى اللي هتختلف، دي الماري جيرجس وهكذا زي ما قلنا لباقي القديسين فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين ثيودوروس بسترة اللاتيس الأمير تدرس أفامينا إنتيني فايات أو بي أجيوس أفامينا المريمينا بأجيوس كيري أبانوب للشهيد أبانوب النهيسي أبس خيرون بيرم كلين للقديس أبس خيرون الإليني وهكذا وهكذا. وفي النهاية هيقول انتفقان النوفي نانيفول. تعالوا ناخد الربعين دول مع بعض، هما سهلين بس يعتبروا ربعين يمكن أن يقالوا لأي شهيد. بعض الشهداء في كتاب الإبصالمودية ملهمش دوكسولوجية كاملة. طب افرض احنا النهاردة عشية شهيد ملهوش دوكسولوجية كاملة بس هو شهيد، فنقدر نقول له ايه؟ نقول له الربعين دول لو حتى مش لاقيين دوكسولوجية كاملة لي ممكن نقول الربعين دول كتذكار في عيده والطلب صلواته وشفاعته المقبولة من اجلنا. هنقولهم ازاي الربعين دول باللحن السنوي؟ سهلين خالص، بصوا كده. Şerenak opi martiros şerepi çoy gen genne os şerepi aslo foros bâşoy seboro georgeios povehemem çoy seri Egon opias lo foros martiros Pachois boro georgeios Entefkan en novin anevon. تمام؟ تعالوا نقولهم نفس الربعين دول لأبو سيفين. إيه اللي هيختلف؟ مكان بشويس بأورو جارجيوس في الربعين هنقول إيه؟ فيلو باتير ماركوريوس. نقول لأبو سيفين كفرصة ناخد بركته ونسمع نفس الربعين بس باسم الشهيد أبو سيفين. شيرينك أوبي مارتيروس شيريبي تشوي جن جن أوس شيريبي أصنو فوروس Φίλο πατήρ μερκόρειος, το μπεχέμε πιόι σέρι, εγον όπιος νοφόρος εμμαρτήρος. Φίλο πατήρ μερκόρειος, εν τευκάν εν νοβίν ανεβούλ. Πάει. تعالوا نقولهم مرة أخيرة. أعتقد فهمنا إيه اللي ممكن نعمله في دوكسولوجيات الشهداء. طبعا لو الكنيسة على اسم ماري جيرجس غالبا هنقول دوكسولوجية كاملة اللي هي بتبدأ بسبع سنين أكملها الشهيد جوارجيوس شاشفن رومبي أفجوكو إيفول، فهنقول دوكسولوجية كاملة. طبعا لو الكنيسة على اسم ماري مينا طبيعي إن احنا في كل عشية نقول دوكسولوجية ماري مينا كاملة اللي هي إيشوب أون أنت بي رومي أو إذا ما ربح الإنسان وهكذا لأبو سيفين وهكذا لأي شهيد من الشهداء. لكن إحنا بنقول في حالة إن إحنا عايزين بس
يعني لأجل الوقت ناخد بركة أحد الشهداء بس بدون ما نصلي الدوكسولوجية كاملة، ممكن أن يكتفى إن احنا نقول آخر ربعين دول للشهيد على أساس إن احنا برضو نبقى ذكرنا اسمه وخدنا بركته معانا في صلوات رفقور عشية أو بكر. يلا نقول لمريمينا، مريمينا بنقول له افا مينا انتيني فايات او بي اجيوس افا مينا، فانا هقولها مره كده ومره كده في الربعين. نسمع مع بعض. شيرين اوكوبي مارتيروس شير بيتشوي جن جنيوس شير بيوس نوفوروس Ava mina enteni voyet to veheme choi seri egon opios noforos e martiros biogeios Ava mina entevkanin novina nevon. تمام؟ دي بس فكرة سريعة عن الأرباع المشتركة في زوكسولوجيات الشهداء من الرجال، وبعد كده هنبدأ مع بعض ناخد بقى زوكسولوجية الشهيدة العفيفة ديميان. زوكسولوجية الست ديميانا احنا كتبناها كمان قدامكم في الباوربوينت بالقبطي، على أساس إن اللي يحب إن هو يقرأ قبطي يقدر إن هو يقرأها بلغة قبطية سليمة. اللي يحب يقرأ المعرب طبعا يقدر يقرأها برضو من العمود بتاع القبطي المعرب، وعندنا المعنى العربي في العمود اللي في النص. الربع ده بنبدأ بيه دكتورية الست دميانة. طبعا الست دميانة معروف جهادها، وهي من شهداء عصر دقلديانوس، واستشهد أيضا والدها الوالي مرقس اللي هو كان والي البرولوس والزعفران، واستشهدت معاها الأربعين عذارة. طبعا كلنا نعرف الدير العظيم دير الست دميانة في منطقة برالي بالقاس اللي كلنا بناخد بركته وبنتشفع بيها في كل وقت، لأنها فعلا عروس للمسيح قدمت نفسها في سن مبكر جدا لنوال إكليل الشهادة، وتعتبر يعني مؤسسة لنظام الرهبنة للبنات حتى لو ما كانش بالشكل اللي اتعرف بعد كده وبنفس الزي وهكذا، ولكن دي كانت بداية وجود مجموعة من المكرسات تحت قيادة أم روحية اللي هي الست دميانة، كانت بمثابة أم روحية لباقي العذارة، فكان يعتبر بدايات فكرة رهبنة البنات اللي بعد كده بقى تطورت من خلال وجود أديورة خاصة بالراهبات زي اللي احنا نعرفها في وقتنا الحالي. طبعا من أشهرها في مصر دير الست دميانة بحكم إنها كانت رائدة في مجال رهبنة البنات أو تكريس البنات. الربع ده بيقول الصبية العذراء الحكيمة السيدة المختارة البرة عروس المسيح القديسة دميان. ست دميانة استشهدت في سن مبكر، عشان كده بنقول عليها الصبية، وهي طبعا كانت عذرة أو بتول، وفي نفس الوقت بنوصفها بالحكيمة لأنها يعني تركت العالم كله وكل غناه الفارغ وكل أمجاده الباطلة وسلكت الطريق السماوي، طريق ربنا يقولها إنه مخلصنا يسوع المسيح، طريق التكريس. بنقول إنها مختارة وبارة وإنها عروس المسيح طبعا بالمعنى الروحي، على أساس مثل العذارى الحكيمات اللي هم الكتاب قال عنهم عرائس المسيح أو العريس دخل معهم إلى عرسه وأغلق الباب، رمز للعلاقة السرية الداخلية اللي بين كل نفس برة عروس للمسيح مكرسة لأجل مجده، وليس لها عريس آخر أرضي أو بشري، ولكن عريسها هو العريس السماوي. بنقولها إيه في القبطي؟ اللي حابب يقرا من قبطي يقدر يقرا، بنقول تي الو ان صافي، خلي بالكم في القبطي اهي اي مش اي، فهتبقى تي الو ان صافي ان بارثينوس تي صوتب ان كيريا امي. لاحظوا في القبطي انها الفا
لأن كيريا معناها سيدة، كيريا معناها سيد. لما بنقول كيريا ليسون مقصورة شوية اللي هو حرف الأي، ده للمذكر. يعني لما بقول سيد بلغة بصيغة المذكر يبقى كيريا، بصيغة المؤنث تبقى كيريا، كيريا أمي. أوكي، السيدة. زي ما قديس يوحنا الرسول كتب أحد رسائله إلى من الشيخ إلى كيريا المختارة، يعني السيدة المختارة، مش كيريا بالكسرة، لا مفتوحة. تي صوت بين كيريا إمي، تي شيلات أنت بخريستوس، مش شيليت، تي شي ده بيتنطق كسرة خفيفة، تبقى تي شيلات انت بخريستوس، مكتوبة هنا بالقبطي بالاختصار المعروف بتاع كلمة بخريستوس. تي أوجية إمي، تمياني، أو في بعض المصادر بيقولوا بالدلتا فتبقى دمياني. هو الأكيد إن اسمها بالقبطي نهايته مكسورة، في البعض بينطق أول حرف دلتا فتبقى دال، أو طاب فتبقى ت. يعني ده فرق بسيط مش بيبان حتى في النطق خالص، لأن بعض المصادر والزكسولوجيات القديمة ذكرت اسمها بالطاف أو بالدلتا، والموضوع برضو له علاقة شوية باللهجات القبطي البحيري والقبطي الصعيدي وهكذا. فساعات الاسم الواحد كان ينطق بلهجات مختلفة أو بطرق نطق مختلفة، فيعني في الحالتين مجرد ذكر اسم الشهيدة ديميانا بركة عظيمة جدا، بتتقدس أفواهنا بذكر اسمها المبارك. بنقول إيه تاني؟ الكلمات تي آلو إنصافي، يعني الحكيمة، إن بارسينوس العذراء، تي صوتب المختارة، إن كيريا السيدة، إمي الحقيقية أو البارة، تي شيلات أنت بخريستوس عروس المسيح، تي آجية إمي تيمياني القديسة البارة دمياني أو القديسة الحقيقية دمياني. تعالوا نقول الربع ده برضو بالنغمة السنوي، لكن بفكركم في كل مرة بأن في 6 نغمات للسلوكيات، احنا بس بنحاول نحفظ بالسنوي، لكن احنا في البداية ياريت ترجعوا للحلقة الأولى وتفتكروا طرق الزكسولوجيات الستة: كيهكي فريحي، صيامي أيام، صيامي سبوت وأحد، شعانيني وسنة. نقول بالسنة: تي آلون صافيم بارسينوس، تي صوت بن كيريا إمي، تي شيلت انت بخريستوس، تي ميتمياني. دي الطريقة الثانوية، هقولها كمان: تي أولون صافيم بارسينوس. لاحظوا تي أولون يعني بشبك إن دي مع آلو، تي أولون صافيم بارسينوس، تي صوت بن كيريا إمي، طويلة إمي، تي صوت بن كيريا إمي، تي شيلت انت بخريستوس، تي أوجيه إمي ثمياني. لاحظوا تي شيلت انت بخريستوس، يعني الهمزة دي كأنها مش موجودة، تي شيلت انت بخريستوس، تي ميتمياني. نقولها كمان: تي أولون صافيم بارسينوس، تي صوت بن كيريا إمي، تي شيلت انت بخريستوس، تي أوجيا إمي ثمياني. ربع جميل كمقدمة أو بداية زفرويت سيد ديميانا، بنذكر فيه صفات كتيرة جميلة ليها: صبية، عذراء، حكيمة، سيدة، مختارة، بارة، عروس المسيح، قديسة، ألقاب جميلة قوي كلها تنطبق على الست ديميان. أقولها مرة وأنا بشاور على القبطي:
ويا ريت اللي يعرف افتي يقرب الافتي طبعا، لان اكيد هيكون ادق من الافتي المعرب. نقولها مره وحاولوا تتابعوا معايا من الافتي. Ti olon sovem parse nos, ti sot penkire iemi, ti shele tente pe Christos, ti agi iemi tremiani. سهل الابتي صدقوني، في حروف كتيرة مشتركة مع الإنجليزي، فسهل أوي إن الواحد يتعلمه ويقدر يقرأ بالإبتي. ده أول ربع، يلا بينا نكمل الربع التاني. الربع التاني بيقول: هذه التي امتلأت من الحكمة منذ صباها. أنه نوع من الحكمة؟ الحكمة السماوية، مش حكمة الأرض يعني، وحكمة الكلام مثلا أو حكمة الفلسفة، لا، الحكمة السماوية اللي هو إن الإنسان يعني ماذا ينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فهي سعت لخلاص نفسها، وهي دي قمة الحكمة، زي ما قال الكتاب: رأس الحكمة مخافة الله. فهي رغم إنها اتولدت من بنت والي وفي بيت غني، وكانت ممكن تعيش حياة مرفهة جدا، قال إنها زي ما بيقول الربع: بغضت العالميات وأحبت البتولية. فهو دي الحكمة، إنها بغضت كل أمور العالم وحبت إنها تكرس نفسها كعريس، كعروس للعريس السماوي، وكمان شدت معاها 40 عذارة، زي ما سفر النشيد بيقول: اسمك دهن المهراك لذلك أحبتك العذارة. فهي شدت معاها، زي ما بيقول سفر النشيد برضو: اجذبني وراءك فنجري، يعني مش أجري، نجري، يعني كلنا مع بعض نتشد للعريس السماوي ونرتبط بيه في حياة بتولية وحياة مقدسة. بيقول إيه بالقبطي؟ صاي يسجن تسمت آلو، تسمت آلو يعني مت آلو يعني الصبا، أسمه إيفول خنتي صوفية. أسمه، أسمه في ه في الآخر، إيفول خنتي صوفية اللي هي الحكمة، أسمستي إني قزمي كون. فبغضت كوزموس يعني العالم، كوزمي كون يعني أمور هذا العالم. أسمستي إني كوزمي كون. وتلاحظوا في القبطي حرف السين بينطق هنا زين، لأن دي كلمة يونانية وجا بعدها حرف المي، فتبقى كوزموس مش كوسموس، لا بالزين، إني كوزمي كون. وبعدين أسمن ري إنتي بارثينية، أسمن ري إنتي بارثينية يعني من ري يعني أحبت بارثينية اللي هي البتولية، اللي جاية منها كلمة بارسينوس يعني بتول أو عذراء. حاولوا تاني: سايس جنت سميت آلو، أسميه إيفول خنتي صوفية، أسموستي إني كوزمي كون، أسمن ري إنتي بارسينية. ربع سهل قوي، نسمعه باللحن. صايس جنت سميت آلو، أسمه فول خنتي صوفية. اسمعوا تاني: صايش جنت سمت أولو، أسمه فول خنتي صوفية، أسموستي إني كوزمي كون، أسمن ري إنتي بورسينية. أسمن ري مخطوفة شوي، أسمن ري إنتي بورسينية، سهلة أوي. اسمعوا تاني: صايس جنت سمت أولو، ها، صايس جنت سمت أولو، أسمه فول خنتي صوفية، أسمه فول، اله مشبوكة في إيفول، أسمه فول خنتي صوفية، أسموستي إني كوزمي كون، أسمن ري إنتي بارسينية. طب تعالوا نقول واحنا بنشاور على الحروف القبطي، ها:
طيس جنتس مات أولو أسمه فول خنتي صوفي أسموستي إني كوزمي كون أسمن ري إنتي بارسيني. نقول آخر مرة صيس جنتس متولوس مفول خنتي صوفي أوس موستي إني كوزمي كون أس من ري إنتي بورسيني. تمام، دكتورية كلها لذيذة قوي وسهلة، وناخد بركة الست دميان. ربع التالت بيقول صارت رئيسة وميناء للخلاص. ميناء للخلاص ده تعبير حلو قوي، لأن احنا في أوشية المرضى أو آسف أوشية المسافرين بنقول على المسافرين ردهم إلى ميناء هادئة، ميناء الخلاص، أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير. فميناء الخلاص ده طبعا مقصود بيه الكنيسة، ومقصود بيه الشخص اللي هو بيبقى مرشد روحي لمجموعة من الأشخاص بيرسيهم على شط الأبدية، أو بيرشدهم لطريق الأبدية وطريق الخلاص باسم ربنا يسوع المسيح. وأما لأربعين عذراء صارت أم رغم أنها كانت برضو لسه صبية في سن مبكر جدا، لكن نضجت روحيا جدا رغم صغر سنها، فصارت أما لأربعين عذراء في القصر أو البرج المنفرد اللي بناه لها أبوها اللي هو الوالي مرقس. اسمعوا الإبتي أشوبي أنتي أرشي. أرشي يعني إيه؟ يعني رئيس أو رئيسة. تي أرشي يعني رئيسة، بي أرشي يعني رئيس. بنقول بي أرشي إرفس رئيس الكهنة، بي أرشي سياكل رئيس الشمامسة. تمام، هنا تي أرشي يعني رئيسة، تي أرشي في الإبتي صارت رئيسة. إن لي مين، لي مين الاتنين مكسورين، إن تي بي أوجاي، أوجاي يعني الخلاص. وعلى فكرة كلمة أوجاي برضو ممكن تستخدم بمعنى باي باي أو تحية الانصراف، أوجاي خنب شويس يعني نلتقي في الرب. إن لي مين إن تي بي أوجاي أس إسماف، إسماف يعني إيه؟ يعني أم. عارفين الأمهات الراهبات بنقول لهم تاماف، تاماف يعني أمي أو والدتي، إثماف معناها الأم. تمام، فده الفرق بين تاماف وإثماف، إثماف يعني الأم. تمام، إثماف إنهمي إمبارسينوس، إهمي يعني أربعين، زي ما بنقول المسيح صام عنا أربعين يوما، إنهمي إن إهوؤو وأربعين ليلة نمهني إن إيجور، فإهمي اللي هو رقم إيه؟ أربعين. إسماف إنهمي إن بارسينوس خن بي بيرغوس، بيرغوس خن بي بيرغوس، بيرغوس يعني قصر أو برج أو قلعة. بيرغوس إتا بيسيوت قطف، بيسيوت معناها إيه؟ أبوها. برضو هنا نلاحظ ان الربع ده في كلمة ماف بمعنى ام وكلمة يوت بمعنى اب، فاس ماف يعني الام، بس يوت يعني ابوها. امال يعني ايه الاب؟ اف يوت، زي ما بنقول خان فران اي مف يوت، فاف يوت الاب، اس ماف الام. بصوا هنا الربع ده بالافتي سهل قوي. أشوبي أنتي أرشي، أشوبي أنتي أرشي، إن طويلة شوي، أشوبي أنتي أرشي، إن لي مين أنت بي أوغاي، إن لي مين أنت بي أوغاي، إسماف إنهمي إمبارسينوس. لاحظوا أوغاي مش طويلة. إن لي مين أنت بي أوغاي،
Smov enehme emparsenos chembibros etapesiot kotf. آخر استيخون كلماته كتير شوية فلازم ننطقه بسرعة، فبنقول خين بي بيرغوس اتابسيوت كوتف، في فيه في الآخر. هقوله تاني، أشو بي إن تي أرشي، أشو بي إن تي أرشي، أشوبي أنتي أرشي إن لي مين أنت بي أوغاي اسمف إنه ما إمبارسينوس خن بي بيرغوس إتابسيوت كوت. هشبكها لكم بالربع اللي قبله، بنقول أسمر أنتي بارسينية أشوبي، بصوا بارسينية أشوبي أنتي أرشي إن لي مين أنت بي أوغاي اسمف إنه مين بارسينوس خن بي بيرغوس اتابسيوت كوت. لاحظوا هنا من القبطي اس شو بي ان تي اورشي ان لي مين انت بي او جاي اس موف ان مي ام بارسينوس خن بي بيرغوس اتابسيوت كوت. نقوله آخر مرة أشو بي أنتي أرشي اللي مين أنت بي أوغاي اسمف إنه مين بارسينوس خيم بي بيرغوس اتابسيوت كوت. تمام؟ عملت قصة دميانة مع والدها الوالي مرقص، هنشوف الكلام ده في الربع الجاي. لما كفر مرقص والدها بالسيد المسيح ردته ابنته دميانة التي أحبته فنال الشهادة. على فكرة احنا بنسمع تذكار استشهاد الوالي مرقص يوم عيد الرسل اللي هو يوم 5 أبيب. يوم 5 أبيب بنعيد في السمكسار باستشهاد بطرس وبولس، وكمان في نفس السمكسار نفس اليوم بنعيد باستشهاد الوالي مرقص والد الست دميانة بعد ما الست دميانة ردته. تفكرين قالت له ايه؟ قالت له كان خير لي ان يأتيني خبر موتك على اسم المسيح من ان يأتيني خبر تركك لاسمه وتبخيرك للأوثان. ويعني قالت له بما معناه انا مش ابنك، انا مش بنتك خالص، وكل الصلة بينا مقطوعة إن لم تترك هذا الضلال وعبادة الأوثان وترجع تعترف باسم المسيح. وعلى فكرة هو ده كان سبب استشهاده، وكان سبب برضه استشهادها لما إنسان زي الوالي مرقص بعد ما كان بخر للأوثان حسب أمر دقلديانوس رجع وجاهر باسم المسيح واعترف بشجاعة حتى الموت. فكان السؤال مين اللي ورا هذا التغيير؟ فتعرف انها دميانة بنته، فتم استدعائها هي والأربعين عذارة، وهكذا استعذبوا عذابات كتيرة زي ما احنا عارفين، ونالوا في النهاية برضو إكليل الشهادة لثبتهم على اسم المسيح حتى النفس الأخير. بيقول ايه؟ أفجولي فولم بخريستوس، يعني لما كفر بالمسيح، جولي فول يعني ترك، أفجولي فول ام بخريستوس افتستم موف، تستم موف يعني رجعته، افتستم موف ان جتف شيري، شيري غير شيري يا جماعة، بل في القبطي قوي، شيري معناها السلام، الاتنين مفتوحين، شيري معناها ابنة، اما الابن معناها ايه؟ شيري. فخلي بالكم في 3 كلمات، شيري الاتنين مفتوحين معناها السلام، او بالانجليزي هيل تو يو، السلام ولك، شيري شيرينا شيريني وهكذا.
شيري، الأولانية مفتوحة والتانية مكسورة تبقى إيه؟ ابنه. شيري زي ما نقول خنفران مفيوت نمي بشيري، والابن الاتنين مكسورين معناها إيه؟ ابن. فخلي بالكم من النطق بيفرق جدا في المعنى، شيري عن شيري عن شيري. تمام؟ فبصوا بنقول افجولي فولين بخريستوس افتستم موف ان جيتيف ها شيري، عشان كده انا حاطط الابتي شي مفتوحه ري مكسور. اتس من ري ام موف ان جي ديمياني او تيمياني، زي ما قلنا الاثنين كويس، هنا حاطين دلتا زي ما قلنا كويس، ساعات كتب كده وساعات كتب كده. افيتشي انتي مت مارتيريا، افيتشي انتي مت مارتيريا يعني فنال هو الشهادة، لسه هي ما نالتش الشهادة حتى الآن. افيتشي افيتشي يبقى معناها هو نال الشهادة، افيتشي. اسيتشي معناها نالت، ماشي؟ فيبقى الفرق هنا في الحرف ده اللي هو بالإبتي هنا افيتشي، لأن ربع بعد كده هيبقى فيه اسيتشي يعني نالت، اوكي؟ ف في فرق بين نالت او نالة، هنا نالة. افيتشي انتي مت مارتيرية، مت مارتيرية اللي هي الشهادة او الاستشهاد. ولما كفر بالمسيح ردته ابنته دميانا التي احبته فنال الشهادة. لاحظوا هنا معنى جميل جدا، المحبة الحقيقية للست دميانا لأبوها تجلت في ان هو مات على اسم المسيح، يعني محبة تعلو فوق مستوى المشاعر البشرية، لأن المشاعر البشرية تقول أحبته حافظت على حياته، لا، هي أحبته بمعنى روحي فراحت دفعته للاستشهاد. فالدوكسولوجية هنا بتعلمنا المعنى الجميل ده، إن المحبة الحقيقية إن أنا ما سيبش إنسان يهلك بسبب إن أنا عايز أحافظ على وجوده بالجسد، ولكن في النهاية في إيمان بالأبدية، إن يعني حياتكم ما هي إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. يعني إيه المشكلة لو أنا بحكم الجسد فقدته على الأرض ولكن ضمنت له الحياة الأبدية اللانهائية في السماء؟ فهي دي المحبة الحقيقية. تمام؟ اسمعوا باللحن الثانوي كالمعتاد. Auf Golem Volem Bechristos Auf Tastum Auf Engetev Sheri. خلي بالك. Auf Golem Volem Bechristos Auf Tastum Auf Engetev Sheri Auf Tastum Auf Auf Tastum Auf دي مشبوك. Aftastoimov, NGTF Sheri. Auf Gole Volem Bechristos, Aftastoimov, NGTF Sheri. Etas Meneremov, NGDemiani. لاحظوا دي. إتاس من ريموف، من ريموف مشبوكة قوي. إتاس من ريموف إنجي دمياني أفتشي أنتي مت مارتيري. لحظة. أف غولي فول إم بخريستوس أف طاستو إموف إنجي تفشيري. خلينا نقول دي. اوف غولي فولم بخريستوس اوف طاستو اموف انجتف شيري اتاس من ريموف اتاس من ريموف انجدمياني اوفيتشي انتي مت مارتيريا أفيتشي أنتي مت مارتيرية. نقولها بالإبطي. أف جول أف جول فول
Empecheres tos astas ton mof engetev sheri etas menerem mof engedemioni afeci entimet martireio. على فكرة هي أصطصته، لأن هنا أفطسته معناها رده، لكن أصطصته يعني ردته، فهنا المفروض تبقى أصطصته. هي هتبقى صعبة شوية في النطق، بس هي الأصح حسب القبطي ردته، يعني اللي بيقوم بالفعل مؤنث، فتبقى أصطصته. حرف السيتا اللي منكم يعرف قبطي، لو جه بعد حرف السيما بيتنطق ته من السه، فتبقى هنا تو أفطسته. نقولها مرة بعد التصليح البسيط ده، أفغولي فولم بخريستوس أستاستو إموف أستاستو إموف إن جيتف شيري إتاس من ريموف إن جيدميوني أفتشي إنتيمت مارتيريو. نقوله مرة أخيرة، وخلي بالكو دي أس تاستو سين مش فين. أف غولي فولم بخريستوس أف أس تاستو إموف إن جيتيف شيري إتاس من ريموف إن جيدميوني أفتشي إنتيمت مارتيريو. لاحظوا هنا فعلين للمذكر اللي هما كفر أو ارتد فيها فيه، ونال فيها فيه. في فعلين للمؤنث ردته، تبقى قلنا هنا أصطسته، وأحبته اطص من ري، هي اللي أحبت، تمام؟ فدايما في الزمن الماضي المذكر بياخد حرف الفاي، والمؤنث بياخد حرف ايه؟ السيما. المذكر بياخد فاي. نقوله اخر مرة، اف غولي فولم بخريستوس استاستو موف ان جيتيف شيري انتاس من ريمو فين جيدميوني افتشي انتيمت مورتي ريو. تمام؟ الربع اللي بعده، ايه اللي حصل من اجل هذا، يعني من اجل ردها لوالدها؟ الملك اختاز ازاي، لان الولي مرقص على فكرة رجوع وتبخير، يعني تبخيره للأوثان هيخلي كل المدينة تتبع الوالي، لأن ده القائد، فالقائد سقط في الإنكار، فالمدينة كلها إيمانها هيهتز، يعني زي ما الكتاب بيقول اضرب الراعي فتتبدد الرعية. فرجوع الولي مرقص للإيمان شدد إيمان كل المسيحيين اللي في الولاية بتاعته في الزعفرانة، وبالتالي اتقدم ناس كتير للاستشهاد بسبب رجوع الولي مرقص للإيمان، فالولي اختاز. فقال إيه اللي حصل ده؟ إيه السبب في التحول ده؟ فلما عرف إنها الست دميانة اللي رجعته للإيمان، أرسل أمره بتعذيبها، فقبلت ألمات عدة ونالت الشهادة. برضو هنا خلي بالكو قصت شي، وهنعدلها معلش في المعرف تبقى برضو سين، خلي بالكو قصت شي انتيمت مارتيرية أسيتشي، لأن هي اللي نالت. لو كان نالة زي الربع اللي فات كانت تبقى أفيتشي، نالت أسيتشي. تمام يا جماعة؟ بصوا بقى بالقلت بيقول إيه، إز في فاي من أجل هذا، أف أو أرب أرسل، الأرسل هنا مذكر فتبقى فاي أو في، إنجي إب أورو اللي هو الملك، أف أو وا صهني أمر، هو اللي أمر مذكر، أف أواه دي خلي بالكم مش أواه، أف أواه أف أواه بالإفتي هنا، أف أواه في هي في الآخر، أف أواه صهني خنس خيسي، خنس خيسي هي اللي تعذبت، أس شيب هي اللي قبلت،
us sheep انقاه in omission صوت معلش ده نعدله us she بالسين انتمت مارتيرية فنالت هي الشهادة. خلي بالكم الربع ده بدايته سريعة قوي فعايزين نلاحظ بالربع اللي قبله بيقول of انتمت مارتيرية is vivoi of o urban shebo oro is vivoi of o urban shebo oro. بصوا نقسمه ازاي is vivoi على بعضها is vivoi سريعا يعني ما اقولش is vivoi لا مش عارف كملها كده فبقول is vivoi على بعضها. خلي بالكم ده المدخل السليم is the voi of o or in j e bo o ro of o wa sa ni khin nes khi si as she bim ka in o mi shin so as e chi en ti met mar ti re ye hold her thing is the voi. خلي بالكم المدخل ده مهم قوي بعد كلمة مارتيرية اللي هي في آخر ربع اللي فات مارتيريه is the voi عايز خطفة دي is the voi of o orb in j e bo o ro. هقول المدخل تاني مع ختام آخر كلمة من الربع الثاني اللي هي برضو آخر كلمة في الربع ده مارتيريه is the voi of o orb in j e bo o ro of o wa of o wa على بعضها كده of o wa sa ni khin nes khi si as she bim ka fi he as she bim ka in o mi shin so هنا عدلناها as chi enti met mar ti re ye. لاحظوا تاني اهم حاجه المدخل is ve vai ha is ve vai of o orb and j e boro of o wasani khenes khisi as shebem koi no mishen so as e chi entimet marti reye. نحاول؟ يلا نحاول نقوله من دلوقتي is the voi of o orb in j e poro of o wa so ni khin nes khi si as she bim ko in o mi shen so as e chi en ti met mor ti re ye. يلا نقوله اخر مرة مع ختام الربع اللي بعد اللي قبل بيقول اللي قبله of it she intimate martyria is the voi of o or pinche poro of o asani khinnes khisi as she bimka in o mishin so as it she intimate martyria. تمام؟ طيب الربع اللي فات في قصة استشهاد مين؟ الوالي موروس. الربع ده في استشهاد الست ديميان. الربع الجاي في قصة استشهاد الأربعين عذراء، يعني ثلاث أرباع ورا بعض كل واحد منهم فيهم قصة استشهاد. استشهاد الوالي موروس بعد رجوعه للإيمان، استشهاد قديسة ديميانا كأم وقائدة روحية للعذارى، واستشهاد الأربعين عذراء في هذا الربع اللواتي كنا معها في القصر وهم نالوا الشهادة في يوم واحد. عشان كده معروف في التاريخ أن المنطقة بتاعت وادي السيسبان اللي هي نواحي الدير الحالي لست دميانة يقال أن المنطقة دي تخضبت بدم الست دميانة والأربعين عذراء ففضلت لمدة طويلة التربة بتاعتها حمراء مصبوغة بلون الدم. بيقول هنا بإهماء امبارسينوس، خلي بالكم قلنا رقم 40 اللي هو إهماء، فيبقى بي إهماء امبارسينوس إنافشوبي نيماس كانوا معها
خمبي بيرغوس اللي هو القصر، افيتشي هتقولي طب ما دي زي المذكر، لا هنا افيتشي بالف مش بالف، لان ده حرف ابسون لما جه بعد الالفا بيتنطق ف زي الفي، فتبقى هنا المفروض عليها ثلاث نقط. افيتشي انتي مت مارتيري، خد بالك هي اتكررت ثلاث مرات، افيتشي بالف او الاف للمذكر، افيتشي للمفرد المؤنث للسيف ديميان، افيتشي بالف او الفي تبقى للجمع مذكر او مؤنث، تبقى افيتشي انتي مت مارتيري خن بي اهو او ان او اوت نيماس، اهو او يعني يوم، او اوت معناها واحد، زي ما بنقول او نوتي ان او اوت امين، اله واحد امين، فا او اوت الاولانيه مضمومه والثانيه مفتوحه، بين فرقتي هنا او ابسون اللي هي او، وبعد كده اوميجا اللي هي بتتنطق ضمه مفتوحه، فتبقى ان او اوت نيماس. نسمعه باللحن الثانوي. بي ام ام بارسي نص بالراحه، بي ام ام بارسي نص اناف شو بين ماس خن بي بيروس افيتشي انتي مت مارتيري خن بي اهو او ان او اوت نيموس. سهل اوي، خلي بالكوا كلمة نيماس معناها معها، واتكررت مرتين، كنا معها في القصر ونلنا الشهادة ايه معها برضو في يوم واحد. بي ام ام بارثينوس مش محتاج اخطفها في البداية ولا حاجة زي الربع اللي فات، فبنقول انتي مت مارتيرية، بي ام ام بارثينوس اناف شو بيني ماس، دي مخطوفة اناف شو بيني ماس خن بي بيروس افيتشي انتي مت مارتيري خن بي هو ان وات نيموس. اسمعها تاني. بي اه ام ام بارسي نوس اناف شو بي نيموس خن بي بيروس افيتشي انتي مت مارتيري خن بي هو ان وات نيموس. اسمعها ونقولها واحنا بنشاور على الحروف القبطي، طبعا نفس اللحن بس هنشاور على الكلمات القبطية. بي اه ام ام بارسي نص اناف شو بي نيموس خن بي بيروس افيتشي انتي مت مارتيري خن بي هو ان اوت نيموس. نقوله اخر مرة. بي ام ام بارسي نوس اناف شو بي نيموس خن بي بيروس افيتشي انتي مت مارتيري خن بي هو ان اوت نيموس. تمام، الربع اللي جاي هو الربع اللي قبل الأخير، وبنطوف فيه الست ديميانا، بنقول طوباكي أنت يا ديميانا عروس الختن، خلي بالكم مش الختن، الختن ملهاش علاقة كمان بالختان، الختن معناها العريس، يعني باللغة العربية الفصحى الختن معناها العريس، وطبعا العريس هنا هو العريس السماوي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، تي مناخي يعني الراهبة، زي ما بنقول على الراهب مناخص تبقى الراهبة مناخي. لاحظوا الدوكسولوجية هنا ادت لقب راهبة للست ديميانا، رغم ان ما كانش لسه نظام رهبانة البنات اتعرف بشكله الرسمي، تمام، كان يعتبر اقامتهم في بيت للعذارة اكتر ما هو دير، وكان لا يطلق عليهم راهبات اكتر ما كان يطلق عليهم في زمانهم متبتلات أو عذارة، تمام؟
فرغم ذلك الزكسولوجية بتديلها لقب راهبة، لأن بالمفهوم الروحي للرهبنة هي كانت مكرسة وبتول، الراهبة البتول المختارة الشهيدة الحقيقية، الشهيدة الحقيقية أو الشهيدة المختارة الحقيقية، يعني هي شهدت للمسيح الإله الحقيقي بأمانة وبشجاعة. الربع ده والربع اللي جاي اللي هو آخر ربع في الزكسولوجية وبنطلب فيه صلواتها من أجلنا، زي ما قلت في الشهداء ممكن اسم الشهيدة دميانة، لو عايزين مثلا في ليلة عيد الشهيدة بربارة فممكن نقول تباقي أنت يا بربارة، فيبقى كل اللي هيتغير في الربعين دول اسم الشهيدة، بدل قديسة دميانة نحط بربارة، يوليانا، مارينا، أناستاسيا، أي واحدة من الشهيدات لو احنا عايزين نذكرها مثلا في ليلة عيد أو باكر عيد استشهادها، فممكن نذكر هذا الربع الربعين دول برضو للشهيدات زي ما عملنا في الربعين بتوع الشهداء اللي اتكلمنا عنهم في بداية الحلقة. بنقول إيه بالقبطي؟ أؤونياتي تباكي، أؤونياتي إنثو تيمياني أو دمياني، تي شيليت ليعروس، إنتيبي نيمفيوس، نيمفيوس اللي هي الختن أو العريس السماوي، تي موناخي إم بارسينوس، موناخي يعني الراهبة، بارسينوس البتول أو العذراء، تي صوت بن مي المختارة الحقيقية الشهيدة إم مارتيروس. هشاور على القبطي وأقرأ من القبطي، أوونياتي أوونياتي إن سو تيمياني، تي شيليت إن تيبي نيمفيوس، تي موناخي ام بارثينوس، تي صوت بمي ام مارتيروس. بنبتدي ازاي الربع ده؟ لحنه سهل قوي، او او ني تي ان صوت مياني، او او ني تي، لاحظوا في اتنين او، فبنقول او او ني تي ان صوت مياني، تي شيليت إنتيبي نيمفيوس، تي موناخي إم بارثينوس، تي صوت بمي إم مارتيروس. أؤونياتي، لاحظوا البداية بعد ما أقول إن أؤونيموس، أؤونياتي إن صوت مياني، تي شيليت إنتيبي، تلاحظوا إنتيبي فيها مد شوي، تي شيليت إنتيبي نيمفيوس، تي موناخي إم بارثينوس، تي صوت بمي إم مارتيروس. سهل قوي، نقوله من الأبتي، أؤونياتي إن صوت مياني، تي شيليت إنتيبي نيمفيوس، تي موناخي إم بارثينوس، تي صوت بمي إم مارتيروس. وآخر ربع، طب هامر شوي سهرية جون، وتي شيليت انت بخريستوس، تي اوجيا امي دمياني او تمياني، انت في قان النوفي نانيفو. طلبي من الرب عنا يا عروس المسيح القديسة دميانا ليغفر لنا خطايانا. طب هامر شوي سهرية جون، مكتوبة مختصرة هنا، وتي شيليت انت بخريستوس، مكتوبة برضو مختصرة كلمة بخريستوس، تي اوجيا امي تمياني، تفقان النوفي نانيفو. ربع جميل وسهل في نفس الوقت، يا ريت نصلي ان بشفاعه الست دميانة ربنا يدينا روح البتوليه او التكريس للمسيح. طبعا التكريس مش شرط ان كل الناس مدعوه للتكريس بشكله المعروف كمكرسه او راهبه او راهب او كاهن، لا، التكريس كلنا مدعوين ليه، لأن في العهد الجديد كلنا نعتبر زي ما قلنا قبل كده في كنيسة الأبكار، والأبكار في العهد القديم كانوا مكرسين للرب، قدس لي كل بكر فاتح رحم،
ففي العهد الجديد كلنا أبكار بالمعنى الروحي، يعني كلنا لازم حواسنا، أفكارنا، مشاعرنا، وقتنا، أعمالنا تبقى مركزها هو ربنا يسوع المسيح، ومركزها هو السماء مش الأرض. العالم يمضي وشهوته معه. فنفس الفكرة هنا، ياريت نطلب من ست ديميانا تدينا روح الشهادة بقوة للمسيح، حتى لو كان الإنسان سنه صغير زي ست ديميانا، بس نشهد المسيح بكل قوة بدون تردد وبدون توازنات، بدون يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي political correctness، يعني الإنسان يحاول إن هو يبان حلو كده ولطيف ويحاول يعني يمشي مع المجتمع بيقوله. المسيح نشهد له بأمانة زي ما هي شهدت له بأمانة حتى النفس الأخير، وكانت سبب في استشهاد العذارة الحكيمات اللي تبعوها الأربعين عذراء، وكذلك والدها الولي مرقس، وطبعا هي كانت سبب في تكريس الآلاف من العذارة في كل الأجيال وإلى دهر الدهور من خلال سيرتها وطهارتها، ويعني سيرتها اللي تعتبر فعلا عنبر يفوح برائحة المسيح الزكي. فياريت نطلب منها فعلا لما بنصلي الربع ده، نطلب من الرب عنا يعني يغفر لنا عنه خطايا، يغفر لنا التراخي في الشهادة للمسيح، يغفر لنا ان احنا ماشيين بنظام ساعة لقلبك وساعة لربك، شوية مع ربنا وشوية مع العالم، قلبنا مش مكرس بالكامل لربنا. نطلب منها انها تعطينا قوة ان احنا نقود اخرين في طريق الملكوت، زي ما الكتاب بيقول الذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب الى ظهر الدهور. فتدينا روح القيادة الروحية لأسرنا، للمخدومين اللي بنخدمهم، ونطلب منها انها تدينا روح الشهادة. يعني كان احد القديسين بيقول ان كل مسيحي شاهد، لكن مش شرط ان كل مسيحي يبقى شهيد، لكن كلنا مطلوب منا ان احنا نبقى شهود، لكن مش شرط نبقى شهداء. فتدينا روح الشهادة للمسيح بأفعالنا وأقوالنا وكل حاجة بتمتد إليها أيدينا. الربع ده بيقول طوفهم بشوي سريقون أوتي شلت تبخرستوس تيوغي إمي ذميني انت فكون انو في نونيفون. ربع سهل قوي من جهة كلماته ولحن. هولو بالقبطي او وانا بشاور على الكلمات القبطي. توفهم بشوي سريقون او تي شلت انت بخريستوس تي اوغي امي دميني انت فقان انو في نانفول. بفكركم ان اخر ربعين دول ممكن نذكر فيهم اي شهيدة اخرى، يعني مثلا انا عايز اذكر مثلا الشهيدة مارينا او اللي هي بالقبطي ماريني، فهقول ايه الربعين دول؟ اونياتي انسو ماريني، اختلف الاسم، أونياتي انسو ماريني تشيلت انت في نمفيوس تيمونا في امبارسينوس تيصد بمي امارتيروس طوفهم بشوي سريقون أوتي شلت انت بخريستوس. لاحظوا تي اوغي امي ماريني انت فكون انو فينان افول. تمام، وهكذا قديسة بربارة قديسة ليليانا. لكن خلي بالكم ربعين دول للشهيدات، لان بنقول هنا في كلمة الشهيدة او مارتيروس، فربع ده للشهيدات مش للقديسات، زي الربعين اللي قلناهم في الأول للشهداء مش للقديسين.
وصلنا لنهاية دكتوربية الست ديميانا. تعال نقول دكتوربيتها مرة باللحن الثانوي وناخد بركة إن احنا نصليها مع بعض. يا ريت نقول مع بعض من أول الربع الأول. Chi olon sofim porsinos ti sot penkire yemi ti shele tente pechristos ti ogeye emi themiani foies gentes metalu os mehevon Χεντί σοφεία, ως μοστιένι κοσμικόν, ως μερέντι πορθενεία, ως σοπί έντι όρσι, ελίμινεν τεπί ογόι, ως μοφ ενεχμέ εμπορθενός, Chen piper was et apesiot pot af gole volem becherestos astas ton mov en jetev sheri et asmen rem mov en jedemiani avici entimen martireia es vevoi Αφού όρβεν σε μπορώ, αφού ασάνι χενές χίσι, ας σε μπεμκά εν όμισεν σοπ, ας ετσι εν τίμεν μαρτυρεία, πι εχμε εμ παρσένος, εν αφσόπιν εμάς, Chen piperos avici entimet martireia Chen piho en ot nemes O onea ti en so demiani Ti sheleten te pinem feios Ti monachi Εμπόρεσενος τη σότπε μη εμμαρτύρος το βεμεψόης ερή εγών ότι σέλετ εν τεπε χρέστος τη ογεία εμμή δεμιένη εν τεφάνεν νοβινόν εβούλ. دكتورولوجية جميلة، وخدنا بركة الست ديميانا وبركة الشهيدات، وكمان في بداية الحلقة خدنا بركة أبائنا الشهداء. ربنا يدينا إن احنا نعيش في حياتنا حياة الشهادة للمسيح. معانا الحلقة الجاية بإذن ربنا هتبقى الحلقة السابعة مع دكتورولوجية القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي حامل الإيمان. نشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية. سلام.